الحقيقة هي دي النقطة المهمة جدا، إزاي المسؤولية؟ المسؤول يعني عنده قدر من المسؤولية وعنده مستوى من المسؤولية، بالذات في التحرك بين الأندية الشعبية. لما يكون الكابتن محمود الخطيب بقيمته وبنجوميته وبكونه رئيس النادي الأهلي في ضيافة الإسكندرية ونادييها الكبيرين سواء الاتحاد أو سموحة، دي مسألة بتنمي كتير من العلاقات المهمة على المستوى الجماهيري، بالذات أنا بتكلم على الاتحاد، وطبعا سموحة بأعضائه الكبار، وده بيكون له صدى كويس جدا عند نجوم الكرة من الأندية المنافسة. استوقفني الكابتن طلعت يوسف نجم الاتحاد الكبير والمدير الفني الكفء اللي الحقيقة اللي عامل نتائج هايلة في ليبيا، كان في ضيافة الكابتن أحمد شوبير، فسأله الكابتن أحمد شوبير عن علاقته مع الكابتن محمود الخطيب. كابتن طلعت قال حاجة مهمة جدا في هذا السياق نشوفها. قلت لي ان حصل مكالمة جميلة بينك وبين الكابتن محمود الخطيب قبل ما تترك نادي الاتحاد السكندري، دي كواليس ممكن اول مرة الناس تعرفها من حضرتك. الحقيقة يعني كابتن محمود يعني في كل المواقف بتزيد قيمته، يعني عندي انا على المستوى الشخصي واكيد بتزيد قيمته على المستوى الرياضي بشكل عام. يعني هو مش محتاج ان انا مني ان انا يعني اوصفه، لكن هو فعلا كان في مكالمة تجاهي قبل ما اعتذر عن الاستمرار جوه نادي الاتحاد، وكان بيحسني بشكل هو اللي اتصل يعني بحضرتك كان بيحسني بشكل انا يعني في مشاعر جميله تجاه النادي، تجاه نادي الاتحاد نعم، وتجاه طلعت كزميل ملعب طب. يعني ثانيا تجاه النادي، لان انا عارف ان هو بيقدر جماهيريه نادي الاتحاد طب. يعني فهو كان شايف من وجهه نظره انه استمراري هو الافضل وانه الاحسن للنادي، خصوصا انه في الموسم التالي سيكون هناك نوع من التنقيه للاختيارات بتاعه الموسم الاول. انت بتبني فرقه، انا قلت الكلام ده، وبناء فرقه بياخد من سنتين لثلاثه صحيح، فهو كان ماشي معايا في نفس الخط ولدرجه ان هو يعني وعد انه هيدعمني في الموسم التالي باللعيبه وانه هيقف تاني، مش هيدعم طلعت، هو هيدعم نادي الاتحاد السكندري من خلال طلعت يوسف. فطبعا يعني موقف انا شكرته عليه جدا جدا وعلى تقديره لشخصي، ولكن هو في النهايه مش غريب على الكابتن محمود الخطيب المواقف اللي من النوعيه دي الحقيقه. حتى الكابتن يعني علي ابو جريشه قال انه لما راح النادي الاهلي فوجئ باستقباله، مش فوجئ ده علي ابو جريشه يعني ده علي ابو جريشه يعني استقبال اسطوري من الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره، وقال له اللعيبه تحت امرك بس اللعيبه توافق وانا عايز ادعم، لانه ده الدور ناحيه الانديه الشعبيه الكبيره زي نادي الاتحاد ونادي الاسماعيلي وغيرها من الانديه الكبيره. ما قاله الكابتن طلعت يوسف وردده قبله كابتن علي ابو جريشه بتوضح ان النادي الاهلي مواقفه ليست للشو الاعلامي، ولكن بتعكس فعلا حقيقه علاقات ومسؤوليه متبادله بين قيادات الانديه يقودها الكابتن الخطيب من خلال موقعه في النادي الاهلي. الذي يعني هو لما كان بيقول للكابتن طلعت يوسف كان بيقوله في تصريح على الهواء خليك مكانك اطول مده وانا هقف وادعمك وشوف طلباتك ايه، ده رعايه لنجاح الكابتن طلعت بصفه خاصه ودعم الاتحاد السكندري بشكل عملي. ايوه ما هو الشكل اعلامي ولا للتشدق. فالنهارده لما حتى تشوف يعني حديث الاستاذ محمد مصلح اللي هتقول لنا منه مقتطفات، بص الاستاذ محمد مصلح طبعا هذا يعني قال ان احنا بنتشرف كمجلس اداره وقدامى الاتحاد السكندري واعضاء النادي بتواجد الاسطوره محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم داخل نادي الاتحاد. قال كمان رئيس نادي الاتحاد زياره الكابتن الخطيب بالنسبه لنا اليوم لم تكن مفاجاه، لكنها تبقى بمثابه ترجمه لعلاقه تاريخيه تجمع بين الناديين، واشار الى ان الخطيب يحظى بحب كبير من لاعبي وقدامى الاتحاد السكندري وجماهير النادي، واكد على قوه العلاقه اللي بتربط كابتن محمود الخطيب بكل نجوم جيل وكل الرياضيين. وقال الكابتن محمد مصلح هو كابتن لانه على فكره كان واحد من نجوم كره السله، قال الخطيب له مواقف عديده تبرهن على حبه للاتحاد السكندري وجماهيره، من بينها مشاركته في اطلاق ضربه البدايه في الاحتفال بمئويه نادي الاتحاد. لو فاكرين نادي الاتحاد لما احتفل بالمئويه كان اختار الكابتن محمود الخطيب انه يلعب ضربه البدايه للمباراه الكبيره. حط بقى ده مع كلام اللي قاله الكابتن طلعت مع المواقف الحقيقيه المتكرره بين الاهلي والاتحاد، في تنافس في اكثر من لعبه يعني الاتحاد السكندري كره السله تمثل له اهميه كبرى،
وكرة القدم ماشية في طريق وتمثل جماهيره أهمية كبرى. نتنافس لكن المشاعر اللي جوه قلوبنا معروفة، كل واحد في مكانه عايز الأفضل لمكانه، لكن لو قدر يدعم الآخر وبالذات من جانب النادي الأهلي لا يمكن أن يتأخر النادي الأهلي، لا عن الاتحاد، لا عن الاتحاد السكندري ولا عن غيره، خصوصا الأندية الشعبية. يا أستاذ إبراهيم، كابتن حسام وإبراهيم والجهاز الفني للاتحاد طبعا مع كابتن محمود الخطيب، دي لقطة برضو من اللقطات النادرة يعني. صحيح صحيح، ما حصلتش يمكن من يوم تسلب الكابتن خطيب، يمكن ما جمعتوش لقطة زي دي مع الكابتن حسام من يوم جوهانسبرج وتسلم جائزة نادي القرن في 2001 لما جه شرفنا وقعد معانا على نفس الطاولة مع الكابتن صالح سليم والكابتن الخطيب.